نعمل بقى دلوقتي الرز بالكركم. اقول على المكونات: رز بسمتي مسلوق، بقدونس، ثوم، كركم، بابريكا، وبصل. انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، لو نقدر نزود من الكركم ده على قد ما نقدر نزود. ليه بقى؟ لانه مريح جدا جدا للبطن بطريقه غير طبيعيه، وغير كده ان هو مفيد جدا كمان. يعني ايه مريح للبطن؟ انا واحد من الناس طول النهار يعني بحب الاكل بره، وبطلب اكل كله سبايسيز، ويعني بحب الاكل، يعني بطلب اكل كتير. كل ما بيحصل لي مشكله كركم ازوده شويه في الاكل، بتبقى العمليه ايه، بيهدي البطن خالص وبيريحها، غير ان هو مفيد جدا. هحط معلقه زيت، هستعمل شويه ميه بس علشان افك الرز لما هيمسك. معلقه زيت، واحط البصل، هنخليه حلقات كبيره كده، واحط معاه معلقه ثوم صغيره. ايه دي؟ معلقه صغيره اهي، يعني مش مليانه قوي. ناخد دول، ملح نص معلقه صغيره، وربع معلقه فلفل اسود، ومعلقه خشب، وابتدي بس واحده واحده نعمل ستو، او يعني زي ممكن نشوح البصل تشويحه خفيفه، ولو نقدر بالمعلقه ندوس عليه كده هيتفرط من بعضه علشان كله يستوي نفس درجه السوى. شوفوا بقى حضراتكم، هاخد معلقه من الكركم دلوقتي صغيره، وبعد كده لما احط الرز والميه احط كمان معلقه، بس انا عايز اخلي الكركم يستوي. حضراتكم لما هتعملوا الاكله دي وتشموا الريحه هتفهموا قصدي ايه. يعني انا حتى في الهواء الجامد ده الريحه دلوقتي بقت خطيره. وهاخد معلقه من البابريكا وهقلبها. والرز، اي خضره موجوده، بقدونس، كزبره، شبت، بس الشبت نخليه متاخر شويه، ما نحطوش في النار علشان الشبت بيمرر. واقلبها كده بالراحه، هتحتاج سنه ميه صغيره جدا، يعني ربع كوبايه او اقل من ربع كوبايه. هقلب، وهاخد معلقه ثانيه من الكركم، معلقه صغيره ممسوحه، شيل بقى دول. وقلبه، لو احنا بنقلب كده لقيناه مسك في بعضه ازود شويه ميه تاني هيفكها، وبعدين نقدر ان احنا نكمل تقليب. بس اعتقد ان هو كده مش هيحتاج ميه تاني. لو الميه زادت واحنا بنحطها سيبوه دقيقه زياده على النار هتتبخر. لو طبعا في بقى حد عنده مشكله في مشكله هضم او حاجه، بلاش بقى نحط البصل والثوم والكلام ده كله، هنعمل الاكله دي من غير بصل وثوم ولا بابريكا وشويه ملح صغيرين، وهتبقى مريحه جدا للمعده. نسويها كده شويه. طبعا انا عارف ناس كتير قوي بتتكلم على موضوع الكميات، انا بس بوري حضراتكم الفكره، وبعد كده الكميه دي حضراتكم تزودوها زي ما تتناسب مع حضراتكم. لان ايه، انا بحاول كمان اعلم الناس اللي لسه ما بتعرفش تطبخ تبقى الموضوع سهل، لان الكميات لما بتزيد بتبتدي النسب بتزيد، فبتبقى ايه، ممكن تلخبط الناس اللي بتبتدي جديد في الطبخ، لكن الناس اللي بتطبخ بقالها شويه هيبقوا عارفين انا قصدي ايه، وهتبقى الامور بالنسبه لهم سهله قوي. نضف بس الكركم، وخلي بال حضراتكم الكركم ده عامل زي الصبغه برضو، بيلزق في الايدين وبيلزق في كل حاجه، فنحاول نتعامل معاه بحرص شويه. حطيله شويه الوان